هيكون معانا دلوقتي نيافه الانبا بنيامين مطران المنوفيه وتوابعها عشان نستكمل الحديث عن قداسه البابا شنودة الثالث. نيافه الانبا بنيامين، برحب بحضرتك بنيافتك معانا على قناه ميساد. اشكركم على الدعوه الكريمه وسعيد بالحضور والكلام. سيدنا، على الرغم من ان البابا شنودة كان يتيم وفقد والدته يوم ميلاده الا انه كان مثال للابوه، ازاي نيافتك كنت بتشوف الابوه في حياه البابا شنودة؟ اولا عايز اقول يتقدس فمي عشان أتكلم عن البابا شنودة، لأنه كان فعلا أب وربنا أعده أن يكون أب، بمعنى أنه اختبر اليتم فبقى يقدر وجود الأب والأم، فبقى هو الأب والكنيسة الأم. كمان أبوته كانت بتخليه يعمل حاجات غير مسبوقة، زي مثلا يتقابل مع الفقراء في لجنة البر ويديهم أكثر مما يطلبون، البنت اليتيمة والبنت اللي هتتجوز، يعني كل الأنواع يعني. فكان أب كبير قوي يحتوي الكل. كمان كان أب في تعليمه، يعلم الناس برفق ويطمن ان المعلومه وصلت وبطوله بال وببساطه، فكان اب حتى في التعليم. فكان في ابوته يساعد الكل، في ابوته يحتمل الكل، في ابوته يساعد الكل، يعني كان فعلا اب بمعنى الكلمه. انا عمل معايا حاجه انا ما كنتش اتوقعها، يعني لما اتفقت مع أب اعترافي على أن أنا اترهبن، وهو عرف من أب اعترافي أن أنا هترهبن، قعد معايا قعدة وأكد أن طريقي هو الرهبنة. شاب هيترهبن يهتم بيه ويقعد معاه ساعة ونص بأبوة، وقال لي أنا هاخدك في عربيتي علشان أوصلك للدير. أنا بقيت مذهول، أبوة كبيرة تحتوي وتحتضن أي إنسان. كمان في أبوته يشوف كل احتياجات الإنسان، يعني وضب لي القلاية قبل ما أروح، وصلى لي فيها بعد ما رحت، وكلفني بحاجات ريليتد ليه، يعني متعلقة بيه في الشغل. فاللي يرتبط بالبابا شنودة يحس انه بقى في حضن اب كبير قوي قوي قوي، بحيث يديله ما لا يفكر فيه. يعني انا كان كل حلمي انه يوافق على رهبنتي، كمان ياخدني في عربيته ويوصلني ويصلي لي في القلاية ويوضبها لي. فالأبوة عند البابا شنودة أبوة، يعني أقدر أقول عليها أبوة كبيرة بحجم البابا شنودة، مش أي أب تاني يعني. ولذلك كل الناس أحبته لأنه أب، كل الناس محتاجة الأب. وشفنا في نياحته الشوارع اللي حوالين الكاتدرائية والحوش بتاع الكاتدرائية والكاتدرائية نفسها، كل الأماكن مليانة ناس، ملايين، مجرد سمعوا الخبر وطول الليل موجودين وطول النهار ثلاثة أيام. أحبه الناس كأب. وفعلا بابا شنودة يعني من النادر أن يتكرر في أبوته واهتمامه بالإنسان والنفس البشرية.